الحديث عن المعايير البيئية في التجمعات السكنية قادنا إلى المدينة الجديدة بزيد عبد الله كعينة للوقوف على مدى احترام هذه المعايير. المتجول هنا يسره المنظر للوهلة الأولى، لكن بمجرد التوغل أكثر بين بنايات المدينة لفت انتباهنا نقائص تؤرق يوميات السكان رغم دفعهم لاشتراكات شهرية. نسيت ما عندوش عام اللي تنفتح هاوليك زيكون بوشي سي لا دوزيام فوا ويت بوشا باتيمون فيها ستين لوكاتير مساكنين واحد العشرين او تبوشا زيكو لو كان عنده سيت عشرين سنه نقدر نقول له حنا الامور حنا قال حنا موسخين حنا رانا نخدموا بدراهمنا الشجر هذوما حنا غرسناهم بدراهمنا حنا شريناهم لي سيسباس فير اللي قدام الباتيمون حنا شريناهم لي كلياراج حنا درناه. من جهتها المصالح البيئيه لولايه الجزائر أقرت بالنقائص المسجلة كغياب حاويات فرز النفايات وغيرها، بالمقابل أكدت على المسؤولية الجماعية لنظافة المحيط. احنا كمديرية البيئة وعبر المصلحة تاعنا اللي هي متخصصة بالتحسيس، أنا نشوف بلي كاين تطور بصح كاين نقائص، مازال ما لحقناش لهذاك المستوى وين نلقاو التفاعل، وكاين صح لي باك، مي ماذا بينا لو كان يكون لو تخي سيليكتيف حاضر كامل في الأحياء، وماذا بينا لو كان يتعمم كامل على المدن الجزائرية. قاطنوا أحد أحياء المدينة الجديدة رفعوا التحدي بالاهتمام أكثر بالمساحات المحيطة بسكناتهم من خلال تضامنهم لإنجاح عمليات التنظيف والتزيين معتمدين على إمكانياتهم الخاصة. اللي بوازهنا تفاهمنا رانا كوتيزي الله يبارك قاع الجيران خدمنا خدمنا جبنا شجور درنا لي فلور درنا كل شجر راكي تشوفي هنايا حنايا لي سيتوايان لا مساكنين هنا هما اللي يخدموا كلش. كان ما ديريش هكذا ما نديرو والو. تبقى هكذا تدخلي لدارك غرق على بابك تجي روحي وقت الخدمه روحي للخدمه روحي رقدي وخلاص ومن بعد هنايا لا حياه لا منتونا. السلطات المحليه خلاص سكنونا عطونا سكنه، حنا كاين امور نتبعوهم السلطات المحليه من الحياه اليوميه. انا شنو خرج الكارتي تاعي نلقى الشجره ونلقى الجاردان هذيك هي الحياه تاعي. سي با ما يجيش المير ولا تقول له كل هما ما يجوا في المناسبه، جاوا لنا اليوم بمناسبه اليوم الوطني للمدينه، زوقوا الحاله ما شافوش حاجه اللي ماشي مزوقه. السيد علي واحد ممن سخروا وقتهم للعنايه بالمنظر العام للحي، فالثقافه البيئيه حسبه تنطلق من الفرد اولا. كي وسيت كي خديت لا روتريت اوتوماتيكمون جيت لهنايا وسيتها باستون قاعد نخدم. كي قاعد نخدم من بعد الجيران شافوني نخدم تبعوني بداو يشريو سجور وكل شيء هنايا وبدينا نغرسو ها كيفاش ولات هذا البير هذا انا واسيتو جاتني يدي واسيتو انا خدمته خرج ملاح وان شاء الله دوكا حنزيد نواسي حاجه واحده اخرى. واش دير؟ اكزومبل فواره فواره اللي فيها 3 زيطاج نخدمها ونحطها نديها نحطها ليها في الجنان. مبادرة هؤلاء السكان وإن كانت إيجابية تبقى غير كافية في ظل استمرار وجود مشاكل بيئية تتطلب تضافر جهود كل الأطراف المعنية بترقية نمط عيش المواطن.